في اللاذقية أظهر ناشطون مقاطعة مراكز الاستفتاء اليوم على الدستور الجديد نصرة لمطالب الثورة وأرواح الشهداء. تجمع شباب اللاذقية الأحرار. ركزوا استفتاء شباب الشهداء. اللاذقية اللونة لن نركع. وفي بلدة العوينة بمحافظة اللاذقية بث ناشطو الثورة مقطعا أظهروا فيه الاستفتاء على الدستور ولكن على طريقتهم الخاصة. نسبة النجاح بكرة 99.7%. ماركة البريد مشروع صليبة اللاذقية 22/2/2012 مركز استفتاء خالي. وللوقوف على التطورات في مدينة اللاذقية ينضم إلينا عمار الحسن الناطق الإعلامي لمدينة اللاذقية. عمار، يعني هل لك أن تضعنا في أجواء الاستفتاء اليوم في اللاذقية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم رحمة السلام. الشهدان الأبرار والصبر والسلوان لأهل المعتقلين والمفقودين. سيدتي، اليوم في اللاذقية قام الأمن والشبيحة منذ الصباح الباكر بكنف مناشير الحرية من الشوارع والتي تدعو لعدم المشاركة بالاستفتاء اللاشرعي والتي وزعها أحرار اللاذقية أمس ليلا بالمناطق السائرة. ولوحظ منذ فتح مراكز الاقتراع باللاذقية أن الإقبال عليها شبه معدوم ولا يتجاوز في جميع المراكز من 10 أشخاص إلى 20 شخص. ومن المراكز مشروع الصليبة والرمل الجنوبي والكورنيش الجنوبي والمرتقلة والأشرفية والعوين، مما اضطر بعض المراكز بإغلاق أبوابها بعد فترة لانعدام الإقبال. كما قام الأمن بإحضار 9 باصات لمركز الكورنيش الجنوبي، منها باصين لشركة الجود و3 باصات لشركة حميشو وباص لشركة الحديد وغيرها لتصوير المركز والإقبال المزيف على الاستفتاء، لأنهم كما قالوا في القناة الدنيا الدجالة وقناة السورية أن هنالك في اللاذقية 800 مركز للدستور. ونحيطهم علما بأن أهالي اللاذقية جميعا لا يطلعون 1,000,000 نسمة لحتى يفتحوا لهم 800 مركز. يعني سيدتي لا أعرف ماذا أقول يعني عن كذب النظام. وقام الأمن بإجبار طلاب المعاهد اليوم على الاستفتاء على الدستور بالقوة، وهددهم بعدم إعطائهم البطاقات الجامعية أو بحرمانهم من تقديم المواد في حال امتناعهم. وقامت قوات الأمن كذلك بسحب البطاقات الشخصية من العاملين في الدوائر الحكومية لإجبار الموظفين على الاستفتاء على دستور قتل الشعب السوري. وخلال فترة الاستفتاء قام الأمن بالانتشار بشكل كثيف في اسكندوري وطريق الحرش منعا لخروج المظاهرات الطلابية التي تخرج دائما في اللاذقية في الأحياء المحاصرة، وكذلك أقاموا حواجز في حي الرمل الجنوبي. كذلك داهموا مدرسة الفنون اليوم كذلك لعدم خروج مظاهرات طلابية التي تخرج دائما من هذه المدرسة. كذلك قام أبطال حي العوين بمظاهرة وقد عرضتموها عندكم، مظاهرة طيارة هتفوا بها للجيش الحر والمدن المحاصرة. شكرا، أشكرك. نكتفي منك بهذا القدر. نكتفي منك بهذا القدر لضيق الوقت. السيد عمار الحسن الناطق الإعلامي لمدينة اللاذقية، شكرا لك.